السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شخباركم؟ تحياتي لكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. الفيديو هذا راح يكون شراء حزمة بايرن، العفو جيرمن، لا انجلات انجلترا. بس والله كلها نشطة ده انجلترا. اهم شيء الاسطورة طبعا ماغواير. قبل شوية كانت اللعبة مال انجلترا، عجبتني اللعبة، تستوجب استلام الكل. اوكي اوكي اوكي، بس بيها نواقص، بيها نواقص. هذا الشاب الصغير. اوكي خلينا نشوف الفريق شلونه وبنفس الوقت نطور. طبعا المشكلة وين؟ لحظة، خلينا نجيب هاري. ام اف موت. مو هيات، وانا اقول وين موت. لا ما يلعب اي ام اف. اوكي موت. الابداع اللاعب بين الوسط والهجوم كلش اوكي. دي ام اف اكيد طبعا. هذا طبعا بوكس تو بوكس. ار بي مفروض انه اكو، بس مع ذلك لانه اعتقد التطوير ماله. خليك انت جولتشي طبعا. الاسطورة ماغواير. مشكلتنا بس ال بي طبعا ما عنده. من عندنا انجلترا ال بي ما عندنا. البي انجلترا انجليز. عندي شو لوك شو. وين لوك شو؟ مفروض عندي لوك شو. غريب، عندي المفروض لوك. أنا متأكد عندي لوك، متأكد عندي، بس الظهر عبرته. وينها؟ لا أي ما بمعنى مو هو. لا مو لوكشو، ما عندي لوكشو. مو لا موجود. تمام، ايش راح نطور هنا؟ ستيرلينج طبعا ما له علاقة بالاي ام اف. ارتكاز، لا المحطم. اكو عندنا واحد بعد، وينه اللي هو هذا؟ ارتكاز. اوكي تمام، هذا ارتكاز. طاقات زينة. يا التطوير راح يصير 1 2 طبعا اكيد، 3 4 5 هذول اهم 5 عندي راح اطورهم. تمام هيك، خلي اشوف والله الار بي مالتنا وراها هاريكين. طبعا هنا التطوير مال انا ما احتاج تدريب على مستوى. هادي ده اوب 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 بدي اشوف بس اكثر 95 احنا قلنا
على أكثر 95 يصير بالضبط 95. هاي دفاعي هجومي مرتدة وهجومي قوة الجزء كلش قوية، قوي قوي قوي. تمام، طورناه طبعا. من عندنا بعد هاريكين، هاريكين لاعب الهجوم الدائم، هاريكين اس اس ما يلعب هنا بس هو راح يرجع اوتوماتيكيا. اوكي غلط. هادي ده 17. اوكي 95 الانهاء عنده 91. اقدر اخذ وانطي الانهاء، جرب الكرة ما لي علاقة بي، البراعة قوة جزء السرعة ما تمشيل، قوة في الكرات الرأسية 82، مهارة الرأس بعد ما عنده شيء، بس اريد اخذ منه 2 وقفز. خلي ينزل حتى بعد 1 وانطي وين للتسديد. 92 تمام. اوكي طبعا اي منو قلنا بعد مونت 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 فودن ما راح يكفي، راح اطور بعدين الباقين طبعا. هذا هو الباكج مالتنا مال حزمة ايش انجلترا، خرافي خرافي بمعنى الكلمة. فودن الشي يلعب كلهن يلعبهن، اي ام سي كلهن يلعبهن كلش اوكي. فودن هم نشط هنا، هو هذا ما يحتاج بعد ثقيل. طيب هذا كان فيديو اليوم، نشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. تحياتي، راح نشكرنا اكو فيديو حول تجربة المنتخب كاملا. مع السلامة.